ما يحدث في غزة الحقيقة بيخلينا دايما نقول أين الحقوقيين، لأن هم أكتر ناس بيكون عندهم القدرة على إن هم يبنوا من خلال الأحداث أشياء يعني تقدم للمجتمع الدولي اللي النهاردة ممكن يعترف بأمور وأمور أخرى لا يعترف بها. لكن الحقوقيين عندهم المقدرة في فهم الصياغة المطلوبة اللي المفروض تقدم لهذا العالم الذي لا يفهم إلا صياغات بعينها، ولذلك احنا بنقول الحقوقيين بيعول عليهم في الامر بشكل كبير جدا. غيابهم عن المشهد او ضعف ادائهم هيؤثر بشكل سلبي جدا جدا على اصحاب الحقوق. اللي حدث في غزة الحقيقة، ولما نتذكر معايا مثلا الاعلان الرسمي لحقوق الانسان وال75 سنة، في بنود، هذه البنود جميعها من المفترض أنها تضمن كرامة وتضمن حق للمستضعفين وتضمن عدالة وتضمن مساواة، لكن في أحداث غزة أين هذه البنود؟ فلم نجد منها شيء. من يستطيع التحدث أو الحديث مع الجهات المعنية بده؟ ونعلم أن من يتبنى أصلا صياغة هذه البنود أو من تبناها وكتبها من 75 سنة هم نفس الدول الكبار اللي خرجوا من الحرب العالمية الثانية وبدأوا يصيغوا هذه البنود على أساس إن من المفترض تحقق عدالة، لكن مع أحداث غزة اكتشفنا إن هي كانت قد تكون للمتاجرة، قد تكون لمصالح أو تحقيق مصالح بعينها في المنطقة العربية أو دول العالم الثالث أو الدول المستضعفة الضعيفة. لأن احنا الحقيقة بنلاقي إنسانية واضحة جدا لهذه الدول اللي بتتبنى الحديث عن حقوق الإنسان، إنسانية واضحة في أوكرانيا، لكن تغيب الإنسانية تماما في غزة. ولذلك الحقوقيين فقط هم من يضيئوا للجميع أو يكشفوا للجميع يعني مثل هذه الاتفاقيات بقى المختلفة، اتفاقيات جنيف الأربع وغيرها من الاتفاقيات اللي من المفترض نبني عليها أشياء تخدم ما يحدث في غزة الآن، تخدم أهل غزة، ترفع عنهم بعض الظلم، توقف القتال والإبادة والتجويع وكل ما يعني يحدث مع أهل غزة. لذلك أين الحقوقيين؟ أنتوا النهاردة تجاوبوا، لأن أستاذة مثلا أنوار لها مجهودات كبيرة جدا في جنيف، كنتي قريبا هناك. نعم أكيد موجودين موجودين. دايما بنقول أن الإشكالية هي في التطبيق. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي موجود من سنين طويلة. طبعا الإعلان، بدنا ننوه على شغلة، إنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني ما في الإلزامية، بند الإلزامية غير متوفر، هو مجرد إعلان. أما البنود الإلزامية بتكون في الاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها الدول، مثل يعني الحقوق المدنية والسياسية. فهذه الاتفاقيات اللي صادقت عليها الدول هي التي تسري وهي التي تكون فاعلة التطبيق. الموضوع اليوم يكمن في مدى احترام هذه المواثيق للدول، لأنه عم نشوف أن الدول، كان الصهيوني على سبيل المثال، ما عم يحترم هذه المواثيق، ما عم يحترم الدول اللي صادقت على هذه المواثيق. بس ما يكون في احترام لهذه القوانين، لا يكون في احترام للدول جميعها، وليس فقط للإنسان، وليس فقط للفلسطينيين ولأهل غزة. بالتالي هذه يعني حصرة نحن بنشوفها، وانتهاك واضح وصريح لكل هذه المواثيق. يعني اللي تفضلت فيه أستاذة أنوار فعلا بيخلينا برضو نرجع للتساؤل نفسه، يعني أين هي هذه المواثيق من التطبيق؟ يعني هو مش فقط موضوع احترام، أنا بننظر إحنا للي بيصير اليوم لا احترام ولا تطبيق. وزي ما تفضلت أستاذة فيروز، موضوع الازدواجية، ازدواجية المعايير برضو أصبحت واضحة وجلية، سواء بدايات حرب غزة أو حتى الأحداث الحالية، لما مثلا ينظر إلى بعض الدول إنها دول مظلومة ولابد أن يرفع عنها الظلم في حرب سين مع صاد، لكن عندما تأتي الحرب على فلسطين كدولة أصلا ما كان بعض الدول أو أغلب الدول الغربية لم تعترف بها أصلا، بيعتبروها أن هي تعادي وتقوم بالاعتداء على الدولة الإسرائيلية أو لدولة الاحتلال. فهذه المعايير المتناقضة أنه ما بتطبق على دول وعلى دول أخرى. لماذا هي ازدواجية؟ لأنه أصلا
هي عبارة عن لحد الآن نراها نظريات. لما إحنا بنشوف الأرقام المروعة المستمرة في عدد الشهداء، عدد المجازر التي تحدث كل يوم، وتوثق توثيق يعني واضح بالأرقام، عندما نجد أن هناك من دولة جيش الاحتلال بيعطوا الأوامر لقصف أي شخص عمره ما بين 16 سنة إلى 50 بشكل عشوائي، عندما يصدر أوامر بأنهم يحاولوا يخفوا الجثث الموجودة، الجثامين اللي الشهداء على الأرض بيحاولوا يخفوها، حتى لما تأتي قافلة إنسانية من تابعة لمنظمة عالمية أو دولية ما ترى وتوثق هذه المشاهد. هذه كلها تجعلنا نقف ونتساءل إلى متى وأين ومتى يمكن أن تطبق مثل هذه المواثيق وقوانين حقوق الإنسان. يعني اتفاقية جنيف نصت على أنه على احترام الإنسان واحترام آدميته وعدم القتل والانتهاك، لكن ما ضل شيء الكيان الصهيوني إلا فعله، يعني من ليس فقط قتل واستهداف ومجازر، تجويع، حرب التجويع، حرب عدم الأمان، النزوح للناس، ما في أمان، في خوف في أنه يستهدف بأي لحظة، المحاولة حتى كمان سرقة الأعضاء، أعضاء الجثامين، كل هذه عبارة عن يعني صنفت أنها فعلا جرائم انتهاك لحرمات الإنسان. فإلى متى ومن المسؤول ومن نخاطب حتى فعلا أنه الأمر يصبح أمر عملي، أنه بدنا إحنا الآن يعني شيء ينفذ. لا المحكمة العدل الدولية الآن استطاعت أنها تقيم يعني هذا القرار اللي أخرجته أنه يطبق على الواقع، ولا في مواثيق ولا احترام لقانون دولي، حتى القوانين الدولية التي هي القوانين التي تسري في أيام الحرب، لا قوانين دولية في أيام الحرب ولا السلم. إذن هنا يعني نقع أن نكون في إشكالية، إحنا في حلقة مفرغة حقيقة. صحيح. يعني هو للأسف حابة أكمل على كلامكم اللي أنا طبعاً متضامنة معاه يعني شكل كامل، يعني لجزئية أخرى أنا اكتشفتها كواحدة صحفية وإعلامية شغالة على الملف الفلسطيني الفترة الماضية في ظل الأحداث المتوالية، داخلين على 10 أشهر تقريباً دلوقتي، وهي فكرة إن هو الإعلام الغربي لم يكتفي فقط بالإزدواجية، ولكن هو لجأ للتزوير ولجأ لإخفاء الحقائق. مثلاً قرأت من خلال متابعتي الإخبارية أن كثير من الصحف الأمريكية أقروا قرار ويخص منع تناول الأرقام والإحصائيات الرسمية اللي بتطلع من الجهاز الرسمي الحكومي في غزة. مفترض أن الجهاز الرسمي الحكومي في غزة دي الجهة الرسمية الشاهدة على المذابح والمجازر، وبتوثق بالأرقام وبالصور كمان عدد القتلى والشهداء، عدد الضحايا، عدد النازحين. أمريكا طلعت قرار بتقول لا تلتزموا بهذا الجهاز، ما تأخذوش منه أرقام، وكأنهم بيقولوا إيه، غضوا الطرف عنهم، ما تأخذوش منهم أرقام. طب هياخدوا منين لما الصحفيين الأمريكيين ما ياخدوش من غزة المصدر الرسمي، هياخدوا من الجانب الإسرائيلي. طب ننظر على الجانب الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية والحسابات الإسرائيلية، أغلبها كلها فيك نيوز، أخبار كاذبة، بتصور الأرقام اللي بتظهر بخصوص الشهداء والمصابين على أنها أرقام غير حقيقية، يعني بيكذبوا المشاهد، فضلا عن أن هم بيتهموا، يحملوا المقاومة مسؤولية التجويع، أو يحملوا المقاومة مسؤولية ما يحدث من غزة. وده شاهدته كثيرا وأنا بعمل في سياسة التحقق من الأخبار الكاذبة، اشتغلت على المجال ده بقالي فترة، أن أغلب الحسابات الإسرائيلية بتأتي بمشاهد دخول الشاحنات إلى غزة، مثلا يكون في الامن الفلسطيني اللي هو بيؤمن دخول الشاحنه، ويطلق اخبار الحساب الاسرائيلي ان حركه حماس وجنودها هم من يقومون بسرقه المساعدات حتى يجوع الشعب الفلسطيني. انتم متخيلين تزييف الحقائق؟ وصل الموضوع لفين؟ مش بس فقط ان هو نحن عايشين في عصر اللي هو الظلم والاضطهاد والازدواجيه والقتل، لا ده فكره التزييف، تزييف الحقائق نفسها. وللاسف في قطاع بيصدق، فبالتالي بيقع علينا احنا عبء كصحفيين واعلاميين وكمواطنين ان احنا نتحقق ونحارب انتشار هذه الاخبار الكاذبه. ويبقى الحقوق الحقيقه له منصته اللي تحترم. نعم. وخاصه انا ليه باكد على كده؟ لانه هو يعلم الصياغه اللي المفروض يصدرها. صحيح. للعالم او يصدرها للجهات اللي بتهتم بده. صحيح. يعني مثلا وجود اسرائيل في الفتره الاخيره او وضعها على القائمه السوداء. نعم. طبعا ده حدث قد يكون حدث مهم جدا جدا من المفترض يبنى عليه. مين هيبنى عليه؟ هو هنا الحقوقيين لما يستخدموا
يعني وضع إسرائيل أخيرا طبعا، لأن من 2014 من المفترض كانت توضع على القائمة السوداء لكنها لم توضع وتهربت، وخاصة احنا كان برضو كان عندنا عدد من الأطفال كانوا ضحايا وقتلة في 2014، كان فوق 700 طفل. ومن 2015 ل 2022 أيضا كان من المفترض توضع إسرائيل على القائمة السوداء لكن برضو تهربت، رغم أنها كان عندنا فوق 8000 طفل عندهم كل الانتهاكات اللي من المفترض يعني توقع إسرائيل في الحظر وقتها. لكن كل ده إيه اللي حصل؟ تم تجاهله. النهاردة لا يستطيع تجاهل الأحداث لأن الأرقام صعبة جدا، كم طفل قتل. وعلى فكرة انتهاك الأطفال مش قتله فقط، الجرحى النهاردة والأعداد ده يعني أنا الحقيقة في إحصائية لما أتذكرها لا أستطيع أن أنا أفكر بعدها. يعني إيه 10 أطفال يوميا بتبتر ليهم أعضاء؟ أنت ده انتهاك فظيع جدا. يعني إيه إحنا بنفقد طفل كل ساعة في غزة؟ يعني إيه كم الانتهاكات المروعة؟ ناهيك عن الانتهاك النفسي. صحيح. الأطفال النهاردة هذا هو انتهاك قوي جدا، يستطيع الحقوق النهاردة أنه يسرد كل هذه الانتهاكات بطريقته اللي بيتعامل بها مع هذه المؤسسات، بمعنى أنه يستطيع أنه يتحدث عن الصدمات النفسية، أن الطفل بيشوف دمار وبيفقد رعب. كم قصة فيها يعني الطفل الناجي الوحيد من العائلة. ده كله ملفات حقوقية، كل هذه ملفات حقوقية لابد ان يبنى عليها شيء. تخوف فين بقى؟ تخوف ان لما يكون عندنا حدث نقدر نبني عليه نتجاهله. وللأسف حصل ده في 2004 وبرضه مع الكيان الإسرائيلي وقت الجدار الفاسد والعزل العنصري، وكان من المفترض ان صدر قرار ان ده انتهاك واضح لكن لم يبنى عليه، سواء بقى ان الحقوقيين لم يفهموا، لم يكن الحقوقيين يعني المتضامنين مع القضية متمرسين في فكرة العمل الحقوقي وكيف يمكن صياغته وكيف يمكن إبرازه وتوضيحه والشغل عليه، ولا كان ايه المشكلة تحديدا؟ يمكن كمان أنور تفيدني بقى في النقطة دي. شكرا استاذي على هذا الموضوع. وهنا الانتصار القانوني، يعني هناك انتصار قانوني واضح نقدر نشوفه من خلال دراسة مقارنة ما بين يعني الوضع القانوني قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر. هناك فارق جدا كبير، ونحن بنشوف أيضا، شكرا أستاذة على الإضاءة على الموضوع، أنه في قانون هو اللي بينظم الحرب، قانون الحرب، القانون الدولي الإنساني، وهو ملزم لجميع الأطراف، أكثر من 192 دولة مصادقة على هذا القانون. وطبعا بالإضافة لهذا القانون يعني موضوع اتفاقيات جنيف الأربعة، موضوع كيف نتعامل مع الأسرى أثناء الحرب، كيف نتعامل مع مدنيين أثناء الحرب، كل هذه الأمور موثقة وقانونية ومن زمان نحن قادرين نكون عم نشتغل عليها. يعني هناك كثير من الأمور اللي تغيرت اليوم، منها المعايير السياسية. يعني صعب نتجاهل إنه السياسة لها دور في يعني هذا النظام العالمي، في نظام الأمم المتحدة بحد ذاته. موضوع النقد بالفيتو قد ايه عم بيأثر على هذا الأمر، وعم نشوف موضوع ازدواجية المعايير. يعني عندما تم قصف مستشفى فيه مدنيين وأطفال ونساء من قبل روسيا، كيف تعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع هذا الأمر، وكيف تعامل عندما تم القصف ذاته في غزة؟ فهنا تكمن يعني خطورة الموضوع، وعملية الرصد والتوثيق هي جدا مهمة. يعني طالما هذه المواثيق موجودة، طالما هذه الأدلة موجودة، يمكن أن ترفع، إذا مش اليوم بكرة. لأنه نحن من أحد أهم الانتصارات اليوم أنه في قضية مرفوعة قدام المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، وقريبا إن شاء الله الجنائية الدولية كمان أصدرت قرار في هذا الخصوص. هي تحاكم الأفراد، بس نحن إذا ما نحكي على صعيد دول بنكون عم نحكي على صعيد رصد انتهاكات الدول أيضا كذلك الأمر. فبالنسبة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان سواء على صعيد أشخاص أو على صعيد يعني شعب بكامل، فإنه يمكن إنه نحن اليوم عم نقدر نستخدم هذه الأسلحة القانونية الناعمة أكثر بظل وجود دعم دولي ودعم أوروبي غربي لهذه يعني الحركات القانونية، مثل ما شفنا تحرك لقانونيين كثير من المحاميين الأوروبيين الفرنسيين أو من مختلف يعني الخلفيات القومية عم بيدافعوا عن هذا الموضوع، لأنه هذا ملف قانوني. يعني نحن عم نحكي حقوق إنسان بحث بغض النظر عن أي انتماءات سياسية بهذا الملف. هو الفكرة يعني جميل جدا أن يكون فيه الآن، يعني زي ما حكيتي الأثر يكون
يأتي وإن كان بعيد المدى، لكن لما إحنا مش في حجم هذه الجرائم صراحة والأرقام المرعبة. نعم. ذكرت فيروز يعني أرقام جدا هائلة، لما نحكي عن 60,000 امرأة يعني حامل تفقد الرعاية الطبية، لما نحكي إحنا عن 700,000 امرأة وفتاة في سن الحيض لا يمكن أن تأتي لها الاحتياجات الطبية الصحية حتى تستخدمها، لما نتحدث عن 9 نساء من 10 لا تستطيع أن تجد غذاء يومي لها، وهي أرقام مسجلة من الأمم المتحدة. يعني حقيقة هذا هاي الأرقام المرعبة بتخلينا نستعجل أو نتحرق يعني اللي بيحدث الآن، ولأنه أصلا قضية الأمن والغذاء والأمور الإنسانية هذه لا يجوز أن تخضع للمساومة، ولا يجوز أن تخضع لفكرة الأوراق السياسية، لكن أن توضع ضمن الأوراق السياسية وأن توضع ضمن أجندة سياسية، هذا الشيء اللي بيجعلنا كل إنسان حر، يعني سواء كان عربي أو غير عربي، أن يعني يتحرق للي يحدث ويستعجل ويقول متى سوف تؤتي هذه الاتفاقيات أو هذه القرارات وكلها، حتى يعني نجد أنه في شيء من العدالة. صحيح. أنا حابة أعلق على موضوع الجنائية الدولية. يمكن كثير مننا كثير من الصحفيين أو الإعلاميين أو الحقوقيين استقبلوا الفرح يعني الخبر بحالة من الفرح، ولكن بصراحة كان في جانب آخر، إن هو برضو كان في ازدواجية في قرار الجنائية الدولية. يعني الجنائية الدولية برضو صحيح طلعت قرار باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالنت، لكن في المقابل في حرب روسيا وأوكرانيا لا، ده هم طلعوا قرار باعتقال 8 قيادات عسكرية روسية. برضو في المقابل في برضو ازدواجية أخرى، إن هم طلعوا قرار باعتقال قيادات فلسطينية، وكأنهم سووا ما بين الجلاد والضحية، سووا ما بين المظلوم وبين الظالم. فبرضو الجنائية الدولية هي برضو على المحك، هي كمان أيضا كاشفة. يعني أنا بستشعر إن فعلا طوفان الأقصى وفلسطين نفسها، قضية الفلسطينية كلها هي كاشفة. صحيح. على طول الزمن إحنا بنكتشف وناس تقع وناس تبان وتظهر زي الناس او بطل. نعم سبحان الله. يعني بصراحه زي ما قالت استاذه سلام، فعلا يعني احنا خدنا الف ب في واحنا صغيرين في المدارس، الف ب احتياجات انسانيه هو الماكل والمشرب والمسكن. نعم. خطوط حمراء فاش تقرب منها. الاعلان العالمي لحقوق الانسان بيقول ان هو يجب في وقت النزاعات والحروب ان هو يتوفر الطعام، ولا وبالكمية والنوعية. نعم. يعني كميته كويسة ونوعيته كويسة، ويكون فيه كمان يعني أنا قرأت القانون إن هو يكون فيه تشكيل، يعني مفترضش تنويع، ما ينفعش النهاردة يأكل نفس الأكلة اللي يأكلها بكرة. لما يجي بقى بالإسقاط على المشاهد القادمة من غزة، ولما شاهد كل يوم طفلة وامرأة تبكي، يعني أنا النهاردة شفت فيديو لطفلة صغيرة بتقول ما في إشي، يعني لا يوجد طعام لا يوجد شراب، بتقول نفسي في حلوة. تقول أنا نفسي في حلويات، يعني دي أمنية صغيرة، يعني أمنية طفلة صغيرة. يعني لا أعرف يعني مدى تلذذ الكيان الصهيوني بإذلال الشعب الفلسطيني بهذه الدرجة. أنا هقول لك حاجة يا شيماء، أنت أثرت نقطة مهمة جدا، ويمكن عالم الحقوقيين بنتعلم منه فكرة إن نحن نفهم مدى أو نفهم طبيعة الفعل. نعم. عشان يكون لنا رد فعل مناسب. نعم. الحقيقة الفعل اللي أنت بتذكريه هو يسمى سلاح اللطف لنا، بمعنى أنه هو بيستخدم الطفل كسلاح لتعذيب الطرف اللي يريد تعذيبه، لأنه يعلم أن ده حيضغط عليه بشكل ما. صحيح. والأمر الآخر أنه بيفكك اللحمة المجتمعية. أن لما يبقى الطفل نازح، طفل نازح، وشوفنا مئات الأطفال ومئات الحالات هي في الجنوب وأهلها في الشمال أو العكس، والمفقودين لما يكون النهاردة إحصائية 21 طفل مفقود. نعم. يعني أهلهم ما يعرفوش هم فين. ده بأقل تقدير على فكرة. نعم. يعني إحصائية دي من فترة. صحيح. ولذلك إحنا يجب أن دائما نعمل عملية تحديث للبيانات وتحديث للإحصائيات، ده يفيدنا جدا في أن إحنا نعرف حجم المصائب أو الكوارث اللي هم بيتعرضوا، ويبقى دور برضو الحقوقي في ده. لكن الفكرة اللي أنا عايزة أقولها لك، اللي هي فكرة هذا السلاح المستخدم اللي هو الطفل نفسه، ممكن أن يبنى عليه أشياء كثيرة جدا. طبعا. جدا. وعلى فكرة الطفل بس الفلسطيني وما تعرض ليه من انتهاك ممكن يحرك العالم بشكل مختلف. ولكن وشفنا يعني شفتي انت الجد اللي كان بيقول كلمة روح الروح قد ايه حركت العالم الغربي والشارع الغربي. صح. وبدأ الحقوقيين يرصدوا ده. لكن
أنا أتخيل وأنتوا صلحوا لي بما أن أنتوا مطلعين أكتر في هذا المجال يعني المجال الحقوقي، أتخيل أن مش كل الحقوقيين بيعلنوا عن أنفسهم لأن في تحديات كثيرة جدا جدا بتحيط بالحقوقي النهاردة. يعني شفنا حقوقيين تم استهدافهم بشكل مباشر وفي أكتر من مكان وفي أكتر من دولة، لذلك هل مثلا بيخفي هويتهم ولا هل بيكتفوا برصدهم لحين يعني أمد آخر أو وقت آخر يكون فيه الوقت أصبح يعني متهيئ للحساب لحساب الجاني وإرجاع الحقوق وخلافه، ولا إيه بالضبط؟ يعني صوتهم ليه مش مسموع الحقوقيين؟ بعتقد هذه الحرب كمان حرب قانونية. يعني إذا قتلوا محلل قانوني أو إذا قتلوا مستشار قانوني اليوم حيجي باللي بعده واللي بعده واللي بعده، لأنه هذه مقاومة قانونية ما رح تقف أبدا يعني. بس ولكن الموضوع صحيح موجود، ورأينا كتير من الاستهدافات المباشرة على يعني مستشارين قانونيين تحديدا القانون الدولي الإنساني في غزة. تم استهدافهم بمنازلهم وكانت الرسالة يعني واضحة إنه حتى لو أنتوا بهذا الشيء نحن عارفينكم ورح نتابعكم، كرمال ما يجرأ إنه يكون في الإعلان عن هذا الأمر. بعتقد إنه لابد إنه يكون في جراءة في هذا الموضوع لأنه هذا أيضا نوع من أنواع المقاومة. واليوم موضوع تدخل القانونيين الأجانب ساعد كثيرا في هذا الموضوع لأنه صعب الاستهداف في كثير من الدول الأخرى، فهناك نوع من التعاون الدولي ورأينا كثير من التحالفات الدولية بين القانونيين في الغرب والشرق الأوسط وكثير من البلدان. فبعتقد أنه لا موجودين، ولكن طالما هذه الانتهاكات موجودة وطالما الإعلام، هون دور الإعلام جدا مهم، هو عم بيضوي على هذه الانتهاكات فالرصد مستمر، وسواء هلأ أثناء الحرب أو ما بعد الحرب يمكن أن تستخدم هذه الأدلة كإثباتات قانونية أمام المحاكم الدولية أو المحلية. وعم نشوف هون موضوع المحاكمات المحلية اللي عم تعتمد قضايا دولية مثل ألمانيا ومثل فرنسا، سواء حدثت جريمة قانونية دولية في بلد آخر ولكن القانون المحلي بحاكم هذه الجريمة، عم نشوف انه كمان ايضا المحاكم المحلية عم تنظر في هذه الانتهاكات الدولية وعم بتحاكم الافراد يلي ممكن يكونوا اشخاص من هذا البلد او ممكن انه يكون يعني لهم علاقة مع اشخاص ممكن يكونوا عم بيكونوا حاكموا هؤلاء الاشخاص. انا شوفة اعرف كونك حقوقية سيدة او فتاة يعني بتخرجي بتسافري بتتعرضي اكيد لمضايقات ما او تحديات ما. السيدة النهاردة اللي بتعمل في العمل الحقوقي وبتكون لها بصمة معينة أو ناشطة بشكل ما ومعلومة ومعروفة ويعني بيذاع صوتها مثلا نتيجة لنشاطها ده، هل هي بيكون عندها تحديات خاصة غير الحقوقيين بشكل عام؟ السيدة اللي بتعمل في هذا المجال أكيد أكيد، ورأينا كتير من السيدات متألقات في هذا المجال في المجال الدولي تحديدا. كان عندنا مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية سابقا امرأة فتو بن سودا، هي اللي أخذت أول خطوة يعني إنه بنقدر يكون فلسطين تنضم يعني للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن كانت آخر قرار لها يعني اتخذت القرار وانتهت مدة عملها في المحكمة. طبعا كان في ضغوطات موجودة بعد إلى الآن موجودة، شفنا كيف كريم خان عم يتعرض لضغوطات بشكل واضح وصريح من الولايات المتحدة هو والمحكمة ومن يعمل في هذا المجال، ولكن كامرأة يمكن أيضا بيزيد التهديد في أماكن معينة، ولكن هذا الأمر لا يمنع لأنه التهديد حاصل على النساء والرجال كذلك الأمر، هذا الأمر ما بيمنع أن نكون موجودين نحن في هذا المجال. ورأينا أيضا محامية جنوب إفريقيا في هذه القضية تحديدا أيضا امرأة، فطبعا التحديات موجودة مثل ما ذكرنا أنه لابد أن نحن نكون عم نستمر بغض النظر عن أي أمر، والنساء قد يتعرضوا لضغوطات شوي زيادة عن الرجال ولكنها قادرة أنه هي تكون عم تواجه هذه التحديات. يمكن لفت انتباهي بالحديث مهم جدا موضوع أنه الحقوقيين أو سواء كان رجال أو نساء بيشتغلوا يعني يمكن تحت الكواليس أو مش ظاهرين،
فليه مثلا يكون هناك في مثلا تعاون بينهم بين حتى الإعلاميين حتى يكون بإثارة هذه القضايا الحقوقية حتى يكسبوا أي تأييد الرأي العام، سواء كان تأييد عام دولي أو عربي أو غربي. بتوقع مثل هذه الأمور إثارتها على شبكات التواصل ستلاقي الكثير من الترحاب من الشعوب الحرة سواء كانت شعوب غربية أو كذا. لذلك يمكن بتوقع يمكن نحتاج ربما إلى مشاريع تعاونية بين الإعلاميين وبين كذلك الذين يعملون في حقل الحقوقي أو الحقل الإغاثي أو الإنساني حتى تتكاثف الجهود ويكون شيء عملي، بدل من ظلنا هيك إحنا متحرقصين نحكي متى ستظهر القرارات وتطبق عرض الواقع، متى سيتم الحراك، لأنه كل الشعوب الآن تتعطش، الناس التي تعمل لأجل هذه القضية تتعطش لأن يكون هناك فعلا مشروع يعني يتبنوه حتى يكون مشروع عملي لنصر القضية. لم يقصروا في ده يعني أستاذة أنوار، دائما ما ترسل لنا كجهات إعلامية بترسل لنا بيانات جميل مفصلة والله. بيانات بقى إيه يعني ما شاء الله. القانون وشرحه وإزاي نستفيد منه والانتهاك واسم جميل. الانتهاك وكيف يتم البناء عليه، تقاريرهم تقارير تخيل يعني تنعمل مشاريع هيك وتعرض على السوشيال ميديا هذه وتثار هذه القضايا، أتوقع لكون صدى كبير جدا. بس أدور الموضوع هو المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. نعم. هناك محاميين فلسطينيين متابعين لهذه الملفات، رصد يومي لجميع الانتهاك وإعلان عنها، والعديد من المنظمات القانونية وحقوق الإنسان أيضا موجودة. ولكن إذا ما نضوي على الوجع مثل ما حضرتك ذكرت أستاذي، هو تنفيذ هذه صحيح. الاتفاقيات، من المنفذ؟ نعم، من أين هو؟ الدول يعني. هذه القرارات تصدر، ولكن من الذي سينفذ القرارات؟ نعم. هي الدول. يعني في أحمد أستاذ أحمد النعوق قام يعني بأخذ جائزة على مشروع لسنا أرقاما اللي هو تابع للمرصد الأرض المتوسطي، ديش كان المشروع يعني أخذ على بناء ديش التأثير الإعلام بشكل عام، فأخذ هذه الجائزة لدورهم في أنهم كشفوا الحقائق ورصدوا أرقام. وفعلا الآن إحنا بناخذ عديد إحصائياتنا، أنا بشتغل الآن في مجال التحرير في تحرير الأخبار، وفعلا أنا بستفيد من هاي الأرقام اللي بيطلعها هذا المرصد وبيطلعوها هذول الشباب ما شاء الله، وباخذها من الوزارة الداخلية في غزة وباخذها من المكتب الإعلامي في غزة، فبالتالي هذه المصادر تقوي عنا الجانب اللي كشف هذه الحقائق. وأكيد أتوقع أنه كحقوقيين يعني بالأرقام اللي بتحصوها بالقوانين التي ترصد الآن اللي بيقوم فيها الانتهاكات الاحتلال اللي بيقوم فيها هتفيد إن شاء الله في المستقبل يعني. أكيد إن شاء الله. أكيد. والمجالين بيكملوا بعض، والمبادرة حلوة بصراحة يعني. سودة سلام اقترحت مبادرة فعلا إن شاء الله يتم تبنيها بيبقى شيء رائع. أنا بصراحة يعني أكمل كلامهم ونلقي الضوء على العمال الإغاثة والحقوقيين الموجودين داخل غزة في الضفة الغربية. يعني أنا كتير تابعت تقارير كتيرة إن هم بيعانوا كتير جدا، بيعانوا أولا الفقد، هم عندهم أهالي فقدوهم وعندهم أسر وعائلات غير معلوم مكانها، عندهم كمان شهداء في أسرهم وعوائلهم، كمان بيعانوا من التهديدات، بتجيلهم تهديدات مباشرة. وطبعا لا ننسى واقعة المطبخ العالمي اللي حدثت في شهر رمضان الماضي، وإزاي تم استهداف 7 من العمال، وإزاي الجانب الصهيوني والإسرائيلي الحسابات بتاعتهم بررت المشهد القتل بشكل في حالة من التبجح، فضلا عن أن القانون الأمريكي بيمنع ويحظر حظر تام التعرض لأي عامل إغاثة أو عامل من عمال حقوق الإنسان الموجودين هناك. يعني في حالة من المحاربة على القضية الفلسطينية أو على الداخل الفلسطيني من كل الجوانب، سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين، سواء كنتوا عمال إغاثة أو كنتوا عاملين في حقوق الإنسان، أو سواء كنتوا بشر أو مدنيين عاديين، فإحنا مترصدين الجميع. فكتير كتير جدا من التقارير اللي طالعه من الأمم المتحدة مؤخرا كانت بتطالب بتوفير الحماية اللازمة ليهم، مش بس كمان حماية شخصية من القتل أو من الإصابة، لا حماية كمان من الطعام والجوع، هم بيعانوا من الجوع. يعني أنا وجدت تقرير لعدد من الحقوقيين الموجودين في غزة إن هم بيعانوا إن هو من قلة الطعام، أبسط شيء من دخول الحمام. يعني ربنا يعافينا جميعا، يعني هم بيقفوا بأدوار طويلة علشان قادر إن هو يعني أمر طبيعي يمارسه، هو مش عارف يمارسه. فانا بحس انه في اعباء عليهم. يعني هو تخيل هو واحد مفترض دوره ان هو يوثق ويرصد الحدث الميداني صحيح. وينقل الوضع، ليس له اي يد، يعني هو ليس مشارك يعني. نعم.
شكرا استاذة على هذه على هذا الإضاءة. طبعا نحن بس نتطلع لموضوع الأسرة وموضوع القوانين الدولية اتفاقية جنيف الأربعة يلي هي حددت كيفية التعامل مع الأسرة أثناء الحرب، وأيضا إذا عملنا مقارنة ما بين يعني كيف تعاملت المقاومة الإسلامية في غزة مع الأسرة، وكيف تعامل كيف يتعامل ما زال مستمر الكيان الصهيوني بهالانتهاكات وهذه الجرائم الشنيعة إلى اليوم اللي عم نشوفها. فللأسف لا احترام ولا تطبيق لأي من المواثيق الدولية، ونحن طبعا عندنا لجنة متخصصة في الأمم المتحدة للنظر في موضوع التعذيب. اليوم الأسرى يتعرضون للتجويع، للتعذيب، أسوأ وأشنع أنواع الجرائم تحدث في السجون الإسرائيلية. وشفنا البارح أحد الأسرى الذين يعني قدروا أنه يخرجوا من السجون الإسرائيلية وصفوا السجن على أنه غوانتانامو، يعني غوانتانامو في فلسطين، من هول الأحداث اللي عم بيشوفوها داخل السجون. وطبعا هون نحن بنقول وين دور الصليب الأحمر؟ الصليب الأحمر مفروض وعنده صلاحيات وحصانة دولية أنه يقدر يدخل على السجون ويشوف حالة الأسرة، يعني طبعا بيرصد هذه الأحوال ويكتب تقارير أممية يرفعها للجنة الصليب الدولية، الصليب الأحمر الدولية، وأيضا توصل للأمم المتحدة. فهذه التقارير والمواثيق وين عم بتكون؟ شو عم بيكون دورها؟ يعني نريد أن نرى فعلا دور أكبر لهذه اللجان اللي هي عملت من أجل هذا الأساس. بطبيعة الحال الأسرى اليوم يعني شفنا كيف بس تعاملت المقاومة الإسلامية مع الأسرى بهذا الموضوع، ومن قارن فعلا اتفاقية دولية يعني وقانون الحرب يلي هو حدد كيفية معاملة الأسرى، وأي شخص يعني سواء كان مسلح أو غير مسلح مجرد ما أصبح شخص مدني يتمتع بهذه الحقوق. فمجرد ما نشوف أنه ما بيتم تطبيق إلى هذه القوانين نحن نرفع علامة استفهام جدا كبيرة على هذا الأمر. وكمان الخلفية الإسلامية هون لعبت دور أساسي، لأنه القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية جدا متطابقان. حتى هناك في عنا قسم خاص للشريعة الإسلامية في لجنة الصليب الأحمر، بيشوفوا هن أنه أساسيات هذه أساسيات التعامل مع الأسرة. فيمكن هذه الخلفية الإسلامية هي اللي لعبت دور خلتنا نشوف كيف التعامل مع الأسرة أثناء الحرب، من احترام أبسط الحقوق مثل ما ذكرت الأستاذ، يعني مأكل مشرب والرعاية الصحية أساسيات لابد أن تكون عم تحترم أثناء الاحتجاز. يمكن الموضوع الأسرة موضوع أكيد معروف، حتى قبل طوفان الأقصى كان كثيرة هي الانتهاكات ضد الأسرة وسجلت، وكان كثير ناس يتابعوا ومهتمين، لكن بعد أحداث 7 أكتوبر زاد حرص الناس على متابعة ماذا يحدث خلف السجون، ماذا يحدث بهؤلاء الأسرى المعتقلين. صدقا كثيرة يمكن هي الأمور والانتهاكات التي سجلت على الأسرى المعتقلين هناك. بعض في باحثة يمكن اسمها زايد اسمها خرجت وقالت حقوقية، هي تقول إنه المعتقلين بيقوموا بأخذ سرقة أعضاء منهم داخلية ويقوموا بإجراء تجارب دوائية عليهم. تخيلوا وصلت المرحلة. غير انتهاك الضرب والتعذيب اللي ذكرته اليوم، واللي ذكره أيضا مدير مجمع الشفاء الطبي أبو سلمية، وقال إنه التعذيب والضرب كل يوم نعرض له، وقال ما في ما جاءت ولا منظمة دولية وحقوقية زارتنا بالمعتقل وشاهدت المدى الانتهاكات التي بيحق هؤلاء الأسرى. تقديم طعام، ما في طعام أصلا، كل يوم إهانة، ضرب، محاولة انتزاعهم من ملابسهم، تجريدهم من إنسانيتهم، محاولة إذلالهم، كل هذه الممارسات سجلت ولم تزرهم أي منظمة دولية. فبرضو إحنا نرجع للقانون، نرجع إحنا للبدايات، يعني لماذا لم يكن هناك أي منظمة دولية تزور السجون والآن الآن مكتظة بوجود المعتقلين. امبارح خرج يعني معتقل صحفي قال اسمه معاذ من فلسطين، هو من بيت لحم كأنه الله أعلم، ذكر أنه خرجت بدوش يسلم على حدا، هو طبعا فقد عينه بعين واحدة أيام أحداث 2019. فبيحكي أنا ما بدي حدا يسلم علي لأني ما بعرف شو طبيعة المرض الجلدي اللي أنا بعاني منه الآن، فما بدي أعديكم. ما رضي يسلم لا على أهل ولا على أولاد ولا على جيران ولا على أصدقاء، لأنه مش عارف ما هي الأمراض الجلدية اللي خرج فيها بالسجن.
فتخيلوا انتم وظهر وبيحكي الكلام بشيء هو مبتسم. وكان يعني طول فتره الثمان شهور السابقه هو في المعتقل اعتقال اداري. صحيح. فتخيلوا انتم حجم المعاناه والكارثه اللي نحكي فيها. بنحكيش احنا عن اهل غزه فقط، الانتهاكات للمعتقلين والاسرى في سجون الاحتلال السابقه، لكن اكثر صارت غيظا وحقدا واجراما في حق الاسرى بعد الاحداث، وما زالت مستمره. ناهيكم كمان عن المعتقلات النساء وما حدث معهم في غزه وغير ذلك يعني. صحيح. واليوم المرصد الفلسطيني لحقوق الانسان اصدر تقرير بهذا الامر، عندنا اكثر من 10,000 معتقل إداري مثل ما ذكرت أستاذة، ومنهم يعني كثير من الأطفال والنساء. ما في أي وضوح لتقرير، ما في تهمة، معتقل في إداري تهمة. مش معروف ما هي تهمتك، فأنت معتقل إداريا وتجدد، ما في أي سبب المدة يعني تلقائيا. نعم، ما في سبب واضح لهذا الاعتقال. نساء أطفال موجودين، وللأسف يعني اقترحوا مشروع قانون لبناء المزيد من السجون. نعم. بدل ما نكون يعني عم بيكونوا عم بيرعوا هذه الأمور لحتى يخففوا من الاكتظاظ في السجون، لهن عم بيفكروا للأسف إنه يبنوا المزيد من السجون لحتى يساع أكبر عدد من الأشخاص ويرجعوا يعتقلوا هؤلاء. أنا بصراحة يا أستاذ أنوار لما بقرأ مثل هذه الانتهاكات يعني بحكي أين هي منظمات حقوق الإنسان على طول، أين هو القانون؟ نعم. يعني لما بنيجي بحكي لك يعني أطباء الكيان الصهيوني برضو كشفت هاي الأمور بعد يعني فيروز، هاي كشفت الأشياء حديثا لما خرجوا من المعتقل. يعني أطباء الكيان الصهيوني كانوا وقعوا على عريضة، هاي العريضة تؤكد على يعني الإجماع والموافقة على قصف المستشفيات، مستشفيات غزة ومجمع الشفاء من بداية الحرب. يعني أطباء مفروض هو يحمل مهنة إنسانية، هو الذي كان يضرب ويهين المعتقل الفلسطيني في سجون الاحتلال، ووقع على عريضة منذ بداية الحرب على أن يكون في تدمير كامل لمستشفيات القطاع. فلكم تتخيلوا حجم الحقد وحجم الإجرام الذي يمارس الكيان الصهيوني بكافة فئاته وكافة مناصبهم، سواء كان دكتور ولا طبيب ولا مهندس ولا عسكري ولا جندي. فهي ممنهجة، سياسة ممنهجة واضحة. بمناسبة يعني سؤالك أين حقوق الإنسان أو أين منظمات حقوق الإنسان، الحقيقة ده سؤال الجميع بيسأله، الكل بيسأله، لدرجة إن إحنا بنعود لفكرة إن الإعلان الدولي، الإعلان الرسمي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي، هذا الإعلان الذي أدانا العراق في يوم من الأيام لما دخلت الكويت، وكان مبرر لفكرة الاجتياح بعد كده لغزو العراق، ويعني أخذ حالة كده وأخذ قصة هي بتتكرر بالمناسبة بشكل دائم في غزة ومن منذ الأحداث وحتى الآن تكررت أكتر من مرة، وهي فكرة الحضانات. عندما حصل نفس الحدث في الكويت وتم إدانة العراق بشكل ما، وكان مبرر للاجتياح في العراق. طيب ماذا عن الحضانات وما حدث فيها؟ وشفنا كلنا قد إيه كانت يعني حادثة تهز الإنسانية. الحضانات، الأطفال اللي ماتوا في الحضانة كان ذنبهم إيه؟ وقدوا هؤلاء الأطفال والرضع. لكن أرجع أقول إن يمكن العمل الحقوقي بيحتاج وقت، وخاصة بقى إن هذه الانتهاكات كلها لا تسقط بالتقادم يعني. نعم. وده ما نعول عليه يعني، ده اللي بيدينا شوية أمل يعني، أمل في إن كل هذه الانتهاكات إذا تم رصدها بشكل دقيق، هو هنا احنا دلوقتي في عملية او في مرحلة الرصد. نعم. لان كمان لم تنتهي الحرب بعد. نعم. كل يوم في انتهاك وعدة انتهاكات. اقف مرة تانية عند الاطفال وانتهاك صارخ بيحدث. يمكن كمان بعض الافراد ما بتنتبهش ليه، هي فكرة الاعمال اللي بيقوم بها الطفل بشكل يومي او الملزم انه يقوم بها. فكرة انه هو المسؤول عن احضار المية او عن احضار الطعام او كم العنف اللي بيحدث اثناء نزول المساعدات في طريقه في اماكن لا هي كمان في اماكن التوزيع نفسها بيبقى في عنف شديد جدا وبيعرضوا اكيد للخطر. ده غير ان المتفجرات اللي لم تنفجر بعد. صحيح. هو بيمشي في طريق خطر جدا. صحيح. يعني كل هذه الانتهاكات من المفترض ان تلاقي صوت دولي من العالم ومن الإنسانية بشكل عام، إن لا ده انتهاك صارخ لابد أن يكون فيه معاقبة فورية، ما ننتظرش لنهاية الحرب أو ما ننتظرش لما هو قادم. بقى العقاب الفوري ده يا أنور بيتعامل إزاي؟ يعني القانون بيكفله إزاي؟ طبعا. هل في قانون
بيوجب ان في تدخل سريع يوقف كل هذه المهازل وليه ما حصلش في غزه لحد دلوقتي؟ صحيح، شكرا لك على هذا السؤال. يعني نحن عندنا الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل، اتفاقيه خاصه بحقوق الاطفال، لان الجريمه عم تتكرر، جريمه حصلت في الحرب العالميه الثانيه، وبعد ما راينا اهوال او راوا الحقوقيين في ذاك الزمن اهوال وبشاعه هذه الاجرام بحق الاطفال والنساء، صار عندنا اتفاقيه حقوق الطفل وحقوق المراه، وصار عندنا لجنه خاصه لحمايه الاطفال والنساء. ف طبعا السؤال بنرجع بنعيده، ازدواجية المعايير للأسف وصلت معهم لدرجة انه تمس بكرامة الأطفال والنساء وبالحقوق الأساسية للإنسان. يعني احنا عندنا المادة السادسة لحقوق الإنسان، هي هيدي المادة لا تتجزأ، غير قابلة انه هي تكون احنا عم نتنازل عنها، هي الحق في الحياة، وفي عندنا الحقوق الأساسية للأطفال بالحياة الكريمة والسليمة والآمنة. بغض النظر يعني هذه الحقوق لا تتجزأ سواء كنا بحرب او ما كنا بحرب، او سواء الحالة المجتمعية اللي احنا عايشين فيها. ولكن ازدواجية المعايير عم نشوفها باكثر من مكان، وكما ذكرت هذا موضوع السجون، يعني نحن شفنا التعذيب أيضا في السجون السورية وقت حصل. صار هناك بالأمم المتحدة عقدت لجان خاصة بهذا الأمر، وشفنا كثير وتحقيق دولي وحدث التحالف قرارات مقررات كثيرة لهذا الأمر. فنستفسر أنه أين هذا الجهد نفسه ممكن أنه نحن نكون عم نقوم فيه بالنسبة لغزة. وبتذكر وقت كنا في آخر دورة في جنيف الأمم المتحدة، مررت في يعني بالكوريدور، طلعنا لقينا في اشخاص حاملين علم فلسطين. فصعد سالت انه ماذا، شو الامر يعني؟ قالوا انه في لجنه لحقوق المراه والطفل، هلا بيقعدوا 10 دقائق وبيطلعوا ما في شيء. يعني من الداخل عارفين حالهم انه للاسف، بس كانه بمجرد انه حنص الاوانين، حنص الانتهاكات والاحداث، ولكن حنخرج نحن عارفين ما حيصير شيء، لانه في حق النقد بالفيتو اللي هو حيمنع انه نحن نقدر نطبق هذه المواثيق. بكل أسف وبكل حرقة قلب بقولها، ولكن إن شاء الله يا رب نقدر نوصل لمرحلة إنه نغير هذه الأساسيات. مثل ما نحن بنقول، يعني نقول إنه هذه حقوق أساسية لا تتجزأ، يجب فعلا إنه يكون في آليات تحمي هذه المبادئ أن لا تتجزأ، حتى لو كان في حق النقد بالفيتو، لنقدر نحمي فعلا الإنسان، حقوق الإنسان، وإلا كل شيء عم نحكيه ما إله قيمة وما في له تطبيق. يمكن في نقطة إيجابية محتاجين إن احنا نشير إليها، حتى يعني الموضوع لا ننظر له بشكل سوداوي في عدم التطبيق، وهي فكرة البرلمانات، البرلمانات الأوروبية، مثلا البرلمان المجلس العمومي البريطاني، قبله إسبانيا، قبله فرنسا. يعني في حالة من التضامن شهدناها، وحالة من الرفض للانتهاكات اللي بتحصل، فربما هذا يعول عليه يعني، وده يحتاج المزيد. وربما يمكن المبادرة اللي كانت بتحكي عليها أستاذ سلام، لو حصل تكاتف ما بين كل هذه الجهات، صحيح. مثلا الأعضاء البرلمان الأوروبيين مع الحقوقيين مع الإعلاميين، وحصل حالة من التكاتف في العالمي، ربما تكون غزة هي الموحدة، يعني غزة تخلي العالم كله على قلب رجل واحد فعلا. ويعني أظن لو غزة تم تحريرها وغزة تخلصت من اللي هي فيه، أظن باقي البلدان هتشهد حالة من الحرية وحالة من الانتعاش فعلا. فيعني أنا قلت نلقي الضوء على الشكل الإيجابي ده، لأني مهم أن احنا ما نبقاش عايشين دايما في حالة من السوداوية والاحتراق النفسي، وكأن عمل الحقوق بيروح بشكل هدر. يعني لا هو أبدا. العمل هو عمل مهم بصراحة، لأن يعني هم بيلعبوا على عملية التغييب والتعتيم. يعني هم ليهم طبعا مخططات وأهداف إن هو يكون في حالة من التغييب وحالة من التعتيم ولا تظهر أصلا الحقيقة. فلو هو اختفى دور الرصد والدور التوثيق، يبقى إذن هم لعبوا مخططاتهم بشكل ناجح. وعلى فكرة اللي بيدعم كلامك يا شيماء برضو، اللي هي فكرة الانتخابات اللي حصلت الفترة اللي فاتت. أيوه. في كتير من الدول الغربية، وشفنا قد إيه لما صعد اليمين بشكل كبير كان الناس أملها ضعيفة جدا في ما يخدم القضية الفلسطينية أو القضية الكبرى. أيوة. اللي هي تخص العالم الثالث أو تخص عالمنا العربي. أيوة. فلما حصل العكس في فرنسا وصعد اليسار، أصبح هناك أمل بأن لا، هناك من سيعترف بأن لأصحاب الأرض حقهم، وقد يكون فيما هو قادم الموضوع ألطف كتير بالنسبة لهذه الأمور. بس ده بيخدم الحقوقيين في إيه؟ يعني الجزء الحقوقي هيخدم إزاي في حالة وجود حكومات مناصرة لموضوع القضية؟ لكن تبقى برضو أن في جزء من شعوبهم لا يدرك ما يحدث من انتهاكات
أو حتى البرلمان، في بنلاقي على النقيض في برلمانيين آخرين بيبقوا ضد خالص كل أي شيء لخدمة غزة، وإن هم شايفين ما يحدث في غزة تحت مسمى الدفاع عن النفس للأسف، ودي كلها مصطلحات خطيرة في عالم حقوق الإنسان يعني. فلو وضع أي فعل من الأفعال اللي بيرتكبها الكيان للمدنيين في غزة تحت مسمى الدفاع عن النفس بتضيع هنا الحقوق طبعا. فحيفيد بإيه مثلا وجود مؤسسات داعمة، وخاصة لو كانت حكومات رسمية أو برلمانية للعالم الحقوقي؟ أستاذة شكرا على إضاءة موضوع المصطلحات، إنه دايما بيقولوا الدفاع عن النفس، ولكن في مبدأ في القانون الدول الإنسانية اللي جدا مهم هو مبدأ التناسب. يعني أوكي موجود موضوع الدفاع عن النفس، ولكن هناك شروط وضعت في القانون الدول الإنساني في كيفية الدفاع عن النفس. ما فينا نحن نكون عم نقتل المدنيين والأطفال والنساء وآخر شيء نقول دفاع عن النفس. يعني هناك تناسب ما بين الخطورة وبين ردة الفعل. ممكن إذا حصل هناك هجمة عسكرية من طرف تحصل هناك هجمة عسكرية من طرف آخر، ولكن لا يمكن أن نكون عم نستخدم المصطلحات القانونية لهذه الانتهاكات، لأنه بالنهاية هذه أيضا تعتبر انتهاك للقانون الدولي حتى لو تم استخدام هذا المصطلح، وإنما فعليا نحن نشوف الفعل الحاصل هو الذي يتم إدانة الفعل، فإذا إدانة تحصل على ما يقومون من ردة فعل على هذا الموضوع. فبطبيعة الحال التغير إيجابي موجود، شكرا لك على هذا الأمر، أكيد موجود أيضا. يعني مجرد ما أنه يكون في قرار صادر من محكمة الجنائية الدولية هذا الأمر بضيق عليهم، وشفنا كثير من رؤساء دول لم يعودوا يستطيعوا أن يزوروا بلدان تانية لأنه هذه البلدان ماضية على اتفاقية روما، فمجبورين أنه يكونوا عم بيسلموا أو عم بيعتقلوا رئيس، ما في حصانات، تسقط الحصانات عندما يكون في قرار من المحكمة الجنائية الدولية. وهناك كثير من الضغوطات وكثير من الدول اللي ما عادت تدعم الكيان الصهيوني، لنقول بشكل علني أوكي يمكن في بشكل غير علني، ولكن الدعم اللي كان قبل موجود ما عادوا قادرين يدعموا فيه، لأنه في عنا اتفاقية الإبادة الجماعية وهي عم بتحد من العلاقات بين الدول والكيان الصهيوني، لأنه حيكونوا عم يتحاسبوا أيضا ليكونوا شركاء في هذه الجريمة. منعا لهذا الأمر ما عم بيكون في تعاون، فإذا هناك أمر إيجابي ملموس عم نقدر نشوفه بخلاف ما قبل، لأنه إذا ما في محاسبة رح يتم أنه الانتهاكات رح تحصل بدون أي اعتبارات وبدون أي ردع. فبالتالي هذا أمر جدا إيجابي بالنسبة للقانون الدولي اللي احنا عم نشهده اليوم. لا هو فكرة الانتهاكات ورصدها الحقيقة ضيعت رصيد كبير جدا من لإسرائيل يعني في العالم ومع المؤسسات زي ما انت بتقول. يعني هي المؤسسات، في بعض المؤسسات اللي برضو بتعتمد على النزاهة والشفافية عمرها ما هتلوث مثلا يعني تلوث سمعتها أو تلوث موقفها أو تلوث عملها الماضي كله، لأنها هتقف مع نعم احنا بنشوف دعم، على فكرة دعم كل أنواع الدعم موجودة، دعم فعلي ودعم تصريحات ودعم رؤساء ودعم دول بالكامل بنشوف ده، لكن لا يمكن أن ننكر أن رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها أدى إلى تراجع هذا الرصيد في بالنسبة للاحتلال، بالنسبة للعالم، بالنسبة للشعوب، وأيضا بالنسبة للدول. دول كتير أعلنت أنها قاطعت بشكل فعلي إسرائيل بكل أنواع المقاطعة، حتى الاستقالات، من استقالة بداية الحرب من مفوض مدير مكتب مفوض الأمم المتحدة، استقالته هي كانت عبارة سجل فيها موقف. إذا أنا لاحظت الإزدواجية في إزدواجية المعايير في التعامل في تطبيق القوانين، فذلك أنا أرفض أني أكمل في هذا العمل الحقوقي. فبس نرجع إحنا بنحكي الركل على الحقوقيين مثل أنوار، إنه صدروا مثل هذه المعلومات وهذا الجهد للإعلام. أنا بتوقع إنه هذا العمل الدؤوب اللي عم تعملوه مش إنه بده يعني مثلا يبرئ الحقوقيين، لا، إنه حد يظهر الجانب العملي اللي بيقوم فيه فعلا الحقوقيين ويشارك في إنه يكون تغيير أو حتى صنع قرار. يعني لو كل، أنا بقول يعني كل متخصص في هذا الكوكب موظف تخصصه حتى ينصر هذه القضية العادلة، أعتقد على المدى البعيد سيكون إن شاء الله تأثير ويكون في تغيير. صحيح. لأنه شوفي الكيان الصهيوني ودولة الاحتلال بتجس نبض الشعوب. صح. كل مرة بيقوموا في مجزرة أو بيقوموا فيها بعمل مجرم بده يشوفوا نبض العالم هل تتحرك
صفي حرارة قد الحرارة عندهم واصل. أيوة. كلما كان في حرارة قوية وكل ما هم بيتراجعوا شوي، بيحاولوا إنه إحنا ممكن نكون وسيلة ضغط عليهم حتى يكون في تأثير، ومش بنحكي مفيش تأثير، بالعكس الاستمرارية هاي حتكون فيها تأثير إن شاء الله قوي. صحيح. أنا كنت حابة إن إحنا نضيء في الجزء المتعلق بالشأن الحقوقي والإنساني في غزة، هو فكرة إن المدنيين في غزة مش بس بيحاربوا الكيان الصهيوني، لا هم بيحاربوا المستوطنين. نعم. يمكن ده أنا رصدته كتير جدا في الشغل الإعلامي، إن كتير جدا من المساعدات بتمنع من الدخول إلى غزة. صحيح. يعني وكأن الأمن الإسرائيلي، الجهات الإسرائيلية بتاعت الكيان اللي واقفة عند المعابر بتطلق الفلسطيني، بتطلق المستوطنين على المساعدات لسرقتها. صحيح. فللأسف النهاردة يعتبر هو اليوم تقريبا اليوم 64 أو اليوم 65 لإغلاق لإغلاق المعابر، إغلاق تام. بس مع تغيير بس مصطلح بسيط، يحاربوا من، يعني أهل غزة بيحاربوا من ومن، مش بيحاربهم. لا لا، المصطلحات أصبحت خطيرة جدا. سواء في العالم يعني عالم الإعلام وعالم العالم الحقوقي، من المفترض أن الصياغة عليها عامل كبير جدا جدا جدا. لا احنا أكيد نقصد طبعا، معروف مين المجرم أو مين القاتل. بالنسبة للقانونيين مثل ما ذكرت الأستاذة، احنا فينا نشوف أنه ممكن نقسم القانونيين إلى نوعين من القانونيين. القانونيين اللي هن المجتمع المدني، يعني جمعيات المجتمع المدني اللي تعمل على الرصد والتوثيق، والقانونيين اللي هن المستشارين القانونيين للرؤساء والسياسيين. أيوة. وأعضاء البرلمان. أيوة هذول هم اللي إحنا نستنى منهم عمل بجد 100%. فعنا الجانب المنظمات فعليا ما شاء الله عليهم ما عم بيأثروا، هناك الكثير من التقارير وكثير من المؤتمرات الدولية ومن التحالفات الدولية الحاصلة، بس دور القانونيين المستشارين للسياسيين هو اللي ممكن يلعب دور جدا كبير في هذا المجال. بنحب نشوف فعليا، لأنه الاستشارة السياسية عم بتكون موجهة حسب مصلحة البلد أو حسب مصلحة الحزب بناحية معينة، ولكن إذا بدنا نعمل شغل قانوني يعني باحترافية، لا هناك كثير من الأمور اللي قادرين يعملوها رؤساء اللجان الاستشارية القانونية في البرلمانات والدول المختلفة. بس رأينا أيضا تصريح للرؤساء دول أجنبية أنه رح يعترفوا بفلسطين، فهذه كلها تصريح إيجابية، لأنه ما بعد الاعتراف هناك أيضا خطوات قانونية ممكن أن تتخذها الدولة، والدور أكبر لفلسطين في منظمات دولية كالأمم المتحدة، ممكن أن تكون عندها تأثير أقوى سواء على صعيد لوبينج سواء على صعيد التصويت، فترتفع قيمة فلسطين وترتفع معها أهمية. يعني طبعا القيمة الإنسانية هي موجودة، ولكن النظرة القانونية السياسية لهؤلاء المستشارين هذه هي إنه المصلحة المشتركة القانونية ما بين الدول. في مبادرة لطيفة جدا يمكن لاحظتها مع الشابات اللي لسه متخرجات، يعني اللي خلصت خلاص كليتها وجامعتها بدأت تدرس قانون، ترجع تاني للدراسة في دراسة القانون، وبيختاروا القانون مسار. وعلى فكرة أكتر من جنسية لاحظت، ففكرت فعلا ده لو تم، لو احنا كلنا درسين القانون أو فهمينه أو قرئين عنه، أو ده في أولوياتنا نقرأ عنه نهتم به نشوف إيه الجديد فيه، نشوف كيف يستخدم القانون. من يعني طبعا القانونيين لهم دراستهم المطلعة والأكثر عمق والأكاديمية، لكن اللي دارس قانون النهاردة برضو بيعرف أنه على الأقل يدافع عن حقه، يعرف أن ده انتهاك يقدر يرصد. افتكرت أيام الثورة المصرية وكان في دورات للشباب قبل الثورة، على فكرة هي اللي كانت يعني الانطلاقة الأولى للثورة المصرية، اللي كان بيفهمهم ازاي ترصد خطأ في الانتخابات. أيوة. يعني كنا على مشارف انتخابات قبل. أيوة. على طول قبل الثورة بسنة لو تفتكر. أيوة. شيماء حركة كفاية بالضبط. أوه. كان بيعملوا دورات للشباب تخص ده. أيوة. افهم القانون عشان تقدر ترصد الانتهاك. صح. فياريت نعمل ده والله العظيم، يعني حتى على في كمجهود فردي ان احنا نقرأ عن القانون ونتفهمه ونفهمه، لان ممكن العالم يجي في وقت المحاسبة، لو على فكرة الوقت ده جاي خاضر. لان احنا رايحين للمساحه الاكبر في فكره الوعي النهارده. نعم. اصبح الناس بتاعي كل شيء، معركه وعي هي اصلا. بالزبط. الله ينور عليك. فهي احنا رايحين لهذه المساحه، ومع الوعي دائما بيكون الحق مضمون او رجوع الحق لاصحابه. فاحنا طبعا سنه الحياه، واحنا موعودين وفاهمين صح قراننا الكريم اللي بيقول لنا ان يعني الحق قادم. نعم. وان حتى مهما كان الظلم بياخد وقته وبياخد مساحته. نعم. وبيظلم البشر فيه وبيوجعنا ده، الا ان في نصر طبعا ربنا سبحانه وتعالى، يعني من اصدق من الله قيل. نعم. ففي النهايه احنا
في وقت هيجي للحساب اكيد. فهل احنا مستعدين استعداد واعي نكون فاهمين حتى القانون، نقدر نعبر عن كل الانتهاكات اللي احنا شفناها وعايشناها سواء كنا اعلاميين او صحفيين او طبعا عالم العالم الحقوقي؟ انتوا بتبقوا دارسين كل القوانين ولا يعني مطلعين على كل التفاصيل تقدروا تتكلموا في اي شيء، ولا برضو هي اختصاصات زي ما انت قلت كده؟ شكرا استاذه على هذا الموضوع. التوعيه القانونيه هي اساس كل شيء بالنسبه للشعوب، وهناك يعني المناهج التعليميه بتعتمد هذا الامر. جامعات عديدة غربية، حتى نحن بلبنان جامعتنا كان فرض أنه المادة اللغة ومادة حقوق الإنسان، يعني حقوق الإنسان هي مادة أساسية بغض النظر عن يعني الاختصاص اللي يعني الطالب بيختاره، يعني مجبور يأخذ هذه المادة لحتى يكون في عنا توعية بمجال حقوق الإنسان تحديدا. فإذا يعني هذا أمر عم بيتم العمل عليه بالنسبة للمنهج التعليمي أساس بالنسبة للإضاءة على هذا الموضوع، ولابد أنه نحن نكون عم نضيء عليه لحتى نقدر نعرف كيف نتصرف مع هذه الأمور. وشفنا الغرب كيف تفاعل مع هذا الملف القضية الفلسطينية، لأنهم عارفين، والتوعية يعني في المناهج التعليمية الأجنبية بدأت من الزمان، وهذه النتيجة يلي سببت أنه شفنا تظاهرات وكمية المشاركات من المشاركة العالية من الغرب في هذا المجال. لكن إيه المؤسسات العربية الحقوقية اللي ناخد منها، اللي تنصحينا مثلا أنها تكون مصادرها صحيحة وإحصائياتها صحيحة ومعتمدة؟ خلينا نقول صح، نشوف للأسف أنه أحياناً أكيد نتأكد من الأخبار الصحيحة هي أساس، وبعض المنظمات غير الحكومية عم بتكون ممولة من بعض الأحزاب، فبنشوف أنه هناك أيضا ازدواجية معايير في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان، فلابد أن نكون عم نتأكد من أنه هذه المؤسسة مستقلة تماما وغير تابعة لأي جهة، غير تابعة لأي جهة، لا تتحدث تحت أي أجندة معينة. نعم، ولا تحت أي أجندة معينة، لأنه هي الأساس هو الإنسان وحقوق الإنسان. عندنا العديد من المنظمات المحلية والدولية، طبعا الأمم المتحدة عم بتكون جدا شفافة في هذا الأمر، وعم نشوف تقارير كثيرة للي عم تحصل بغزة. عن المرصد الأورو المتوسط لحقوق الإنسان، مرصد فلسطين لحقوق الإنسان، المرصد العربي أيضا، فالكثير من المراصد العربية وجمعيات حقوقية في بلداننا هي عم بتقوم بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والإعلام أيضا عم بيلعب دور جدا كبير، وهو يلي عم بيحرك الشارع، هو عم بيحرك الشعوب. فمن خلال الإعلام أيضا هي ركن أساسي للتوعية على حقوق الإنسان. أنا بشد على إيدك على هذا الاقتراح، أنه لابد أن يكون تكاتف الجهود في هذا المجال للعمل على التوعية لحتى نقدر أيضا نحرك الشارع. أنا حكينا إحنا مش اللي بيحرك الشعوب الآن العاطفة، أيوة صح، لا هو في أرقام لما ترصد من القانونيين والحقوقيين، أرقام الانتهاكات، أرقام اللي عم بيصير، هذا بحركهم أنه بدنا مشاريع عملية، بدنا شيء عملي حتى نخرج من هذه الدائرة الظالمة نقول اللي بتصير في غزة. وللأصل أنه كل شخص يتحرك ضمن هاي المعطيات. يعني يمكن ذكرت قبل هيك أنه الآن غزة تحتاج منا إلى عمل، إلى نصرة، إلى إسناد، إلى خطط فيها إبداع، فيها شيء من التجديد حتى نقوم المقاومة بشكل أو بآخر. يعني بدي أقول شيء دائما عم بتقول المؤسسات الحقوقية، المؤسسات الحقوقية، بس الإعلام أيضا عم بيظلم المؤسسات الحقوقية. لا بدي أقول عم بحكي كمنصات تواصل اجتماعي، فيسبوك، إنستغرام، نشطين طبعا، نشطين على السوشيال ميديا صحيح. نعم نشطين، الله يبارك فيكم. لا هي بس الحلقة اليوم مختصة بالحقوقيين، بس ولكن نحن كحقوقيين بس عم ننزل بوست عم يتم الإضاءة عليه على الانتهاكات اللي عم تتم حقوق الإنسان. بنشوف إنه فيسبوك في كثير من الأحيان عم بيحضر البوست، ما عم بيسمح إنه ينتشر. حجب على حجب المحتوى. نعم، تحايل عليه أنت أخرج واحكي بصوتك. بمناسبة الحريات والحجب، ألمانيا كانت طلعت قرار بمناسبة الازدواجية. ألمانيا طلعت قرار إن اللي هيعمل لايك لأي محتوى فلسطيني أو داعم للمقاومة هيعتبر وتسحب منه الجنسية، ووضعت تقريبا قانون ضمن القوانين الجنسية الحصول على الجنسية الألمانية، وضعت بعض البنود أنه هو يكون مؤيد لدولة الكيان الصهيوني. فللأسف في بون شاسع ما بين اللي كانت بتزعم له الدول الغربية أن هم أصحاب حقوق إنسان وأن هم مدافعين عن الحريات وأن هم أهل لتقديم هذه الحريات، ما بين هو الحقيقة وتطبيق الواقع اللي حدث في ملف غزة أو أزمة غزة. أختم بحاجة بسيطة كان قالها طبيب فلسطيني، بصراحة مشهد قارن فيه ما بين مشهد في أوكرانيا وروسيا وما بين غزة. قال أنا كنت موجود في السنة السادسة بتاعته في كلية الطب في أوكرانيا، وشاف الحوادث والإصابات. قال كانت بيدخل لي في اليوم بس من 5 ل6 إصابات طفيفة جدا وخفيفة،
يتم علاجها في نفس الوقت. أما لما وصل على غزة وحضر المذابح الإبادة الجماعية اللي بتحدث، الأعداد لا تعد لا تحصى، لا وجه للمقارنة ما بين ما شفته في أوكرانيا داخل المستشفيات، وطبعا عدد الأسرة في أوكرانيا ونسبة التجهيزات الموجودة، مفارقة واضحة فعلا يعني. فنرجع نقول إن هي غزة كاشفة في على كل الأصعدة، على صحيح. كل الأصعدة، حتى لأنه الدول هو بيحمي الصحفيين، حرية الرأي والتعبير، وحرية أنه نقدر نحن نكون عم نصور هذه المشاهد. وأيضا شفنا استهدافات لكثير من الصحفيين، يعني شهيدة شيرين أبو عقلة، وكثير من الصحفيين اللي كانوا عم يرسلوا وائل الدحدوح.